الأحد 18 من ديسمبر، عدد جديد من اقتصاد بلس، أهلا بكم وتتابعونا معنا اليوم. بعد 41 عاما السوشيل توقع اتفاقا مع ليبيا لسداد ديون تقدر بأكثر من 3.6 مليون دولار. القمة العربية الصينية نحو تعزيز الاستثمارات الصينية في ليبيا، وإيلون ماسك يفقد لقب أغنى رجل في العالم، فمن خليفته؟ كل هذا وغيره في حلقتنا لليوم من اقتصاد بلس، ابقوا معنا. البداية كالعادة مع أولى فقراتنا صدى الأخبار. إذن نأخذكم في جولة إخبارية من صحيفة صدى الاقتصادية مع الزميل علي المحمودي. علي، مساء النور. مساء الخير جميعا بك وفاء. بداية، قدم لنا تفاصيل قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية بشأن استحداث مراكز الريادة والابتكار بالجامعات الليبية والأكاديمية الليبية. تحصلت زميلتي صحيفة الصدى الاقتصادية على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية رقم 1648 لسنة 2022، حيث نص هذا القرار على استحداث مراكز الريادة والابتكار بالجامعات الليبية والأكاديميات. وكان هذه الجامعات المستهدفة هي جامعة ليبيا المفتوحة وجامعة فزان ونالوت والوادي الشاطي وصبراتة وجفارة وجامعة عمر المختار والنجم الساطع وجامعة درنة وبن وليد وجدابي وجامعة خليل سنت وجامعة السيد محمد السنوسي الإسلامية والأكاديمية الليبية. نعم، مراسلة من النائب العام الصديق السوري إلى وزير الصحة وديوان المحاسبة، ما هو فحوى هذه المراسلة؟ وفاء، تحصلت صحيفة الصدى على مراسلة النائب العام للصديق السوري إلى وزير الصحة وديوان المحاسبة بشأن الإشارة إلى التحقيقات الجارية بمكتب النائب العام بموضوع البلاغ المقدم عن جريمة ارتكاب فساد بمناسبة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الرئاسي تحت رقم 267 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة مشتريات تعني بتوفير مستلزمات مجابهة جائحة كورونا. فهذا الكتاب نص بشأن وقف تنفيذ أي معاملات مالية تتعلق بتسديد قيم المالية استنادا إلى محضر المشار إليه. كما نص القرار على إحالة كشف التفاصيل بنتائج الفحص النهائية يتضمن المعاملات المتوفرة فيها الاشتراطات المنصوص عليها بالقرار الصادر عن المجلس الرئاسي بشأن التدابير المقررة لمجابهة جائحة كورونا. نمر إلى آخر أخبار السيولة لفروع الجمهورية بجبل نفوسة ولفروع شمال إفريقيا بالجبل الغربي. كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصريا لصحيفة الصدى عن توفير سيولة بمصرف الجمهورية بجبل الغربي بقيمة 45 مليون دينار، وتتمثل في فروع غريان بقيمة 6 مليون والقواسم 5 مليون والشقيقة 5 مليون وغريان الصرافة الإسلامية 5 مليون والأصابع أيضا 5 مليون والقلعة أيضا 5 مليون ونسمة 4 مليون، وكانت نصيب القريات 3 مليون وشويرف 3 مليون ومزدة 4 مليون. أيضا وفاء، كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصريا عن تسليم إصدارات غريان سيولة لفرع الفرع أسف شمال أفريقيا بالجبل الغربي قيمة 6 مليون دينار. نحن نعمل على أو بنظام المرابحة مع جميع المصارف، هذا كان تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة جد المحركات كيا ليبيا. نعم وفاء، هذا ما صرح به محمد كارا رئيس مجلس إدارة شركة أجواد أن الشركة تعمل بنظام المصارم بدعم المرابحة الإسلامية مع جميع الفروع. دعينا وفاء نتابع هذا التصريح المصور لمشاهدة بعض التفاصيل. احنا اليوم عندنا تعاقدات مع أغلب المصارف الليبية بشأن موضوع المرابحة. موضوع المرابحة الإسلامية هو شأن خاص أكيد بالمصارف. إحنا كوكيل نوفر لهم السيارات بأسعار منافسة طبق المواصفات المطلوبة من الجمهور. الأسعار متفاوتة، قيمة القسط يحددها البنك على حسب قيمة السيارة. الأشهر وفترات التقسيط يحددها أكيد المصرف على حسب النظام اللي يشتغل به. إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية من صحيفة صدى الاقتصادية، شكرا لك زميل علي. نواصل معكم ونمر إلى فقرتنا الموالية الأخبار. آخر الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعناوين.
السيشيل توقع اتفاقا مع ليبيا لسداد ديون. القمة العربية الصينية نحو تعزيز الاستثمارات الصينية في ليبيا. وإيلون ماسك يفقد لقب أغنى رجل في العالم، فمن خليفته؟ كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. دعت تركيا كل من ليبيا ومصر إلى الدخول في مفاوضات في أقرب وقت ممكن لحل الخلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية بحسب ما نشرت وكالة الأناضول. ونقلت الوكالة عن مصادر تركية أن أنقرة تفضل إطلاق حوار ومفاوضات بين طرابلس والقاهرة بما يتماشى مع القانون الدولي وتطبيق جميع الوسائل السلمية. وذكرت أنه في حال عدم الاتفاق مع من خلال المفاوضات الثنائية يجب تطبيق المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على الذهاب إلى محكمة العدل الدولية. وأوضحت أن الخط الحدودي الذي رسمته القاهرة يظهر أنه ينتهك حقوق جرف القاري لليبيا، حيث أنه جرى رسمه غرب الخط الفاصل بين ساحل البر الرئيسي للبلدين. ويشار إلى أن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية رفضت قرار مصر ترسيم الحدود بشكل أحادي، داعية القاهرة إلى الدخول في مفاوضات ثنائية لحل هذه المسألة. في موضوع آخر، أعلنت وزارة النقل التونسية توقيع محضر اجتماع حول إجراءات فتح خط بحري بين ليبيا وتونس. وأكد وزير النقل التونسي ربيع المجيدي استعداد الوزارة لإزاحة كل العراقيل التي تحول دون تحقيق ربط البحري بين البلدين على أي من الموانئ التونسية، شرط أن يمكن الميناء المقترح من التسريع في تجسيم هذا الربط بصفة مستمرة، وأن تتوفر فيه اللوجستية والمعايير المستوجبة والطاقة الاستيعابية اللازمة، وأن يحقق الجدوى والمردودية المنشودتين. وأبرز وزير النقل التونسي أهمية العرض الذي سيوفر هذا الخط على مستوى نقل الأشخاص والمجرورات والبضائع، مذكرا بأن ذلك سيكون متزامنا مع مواصلة تهيئة معبر راس جدير وجعله فضاء خدمات مندمج، وأيضا تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بالربط الحديدي وتحديدا الخط المغاربي عالي الأداء. أفادت وزارة المالية والتخطيط الوطني في السيشيل بأنها وقعت رسميا اتفاقية مع السلطات الليبية لتسوية سداد ديون من قرض أصلي يبلغ 3 ملايين دولار يعود تاريخه إلى عام 1981. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بموجب اتفاقية التسوية يجب سداد الدين الأساسي البالغ 3.655 مليون دولار على دفعة واحدة، وذلك في غضون 3 أشهر من التوقيع. وأضافت أن الفائدة المتراكمة على الديون البالغة 885 ألف دولار ستدفع على قسطين خلال 2023. وأشارت وزارة المالية أيضا إلى أن المدير العام لإدارة الديون التابعة لها كان قد أكد في مقابلة صحفية أنه مع الأزمة المالية في 2008 تخلفت السيشيل عن سداد معظم قروضها، ما أدى إلى إعادة التفاوض مع الدائنين لإعادة جدولتها كجزء من برنامج إصلاح صندوق النقد الدولي الذي شرعت فيه الدولة. القمة الاقتصادية العربية الصينية كانت فرصة لتعزيز المحادثات الثنائية بين ليبيا والصين، وذلك بهدف إعادة الاستثمارات إلى ما كانت عليه في 2010. التفاصيل في التقرير التالي. ساهمت القمة الاقتصادية العربية الصينية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية في إتاحة فرصة لحث بكين على استئناف استثماراتها في ليبيا بعد توقفها بسبب توتر الأوضاع السياسية. رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي أكد تطلع ليبيا للاستفادة من الخبرات الصينية في عملية إعادة بناء الاقتصاد، وأشاد بمبادرة الحزام والطريق التي انضمت إليها ليبيا في سنة 2018. كما أكد على تطلع ليبيا إلى تنويع شراكاتها مع الصين بما يسمح لأن تلعب بكين الدور الذي يناسب ثقلها الدولي وأهمية العلاقة بين البلدين، خاصة بالمشاركة في إعادة الأعمار التي ستوفر فرصا هامة للشركات الصينية، إذ تعتبر العلاقات الاقتصادية بين البلدين الأهم وتستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية العاملة في مجالات الاتصالات والبنية التحتية بمشاريع قدرت في 2010 بحوالي 20 مليار دولار. ورغم ما توفره الاستثمارات الصينية من منافع متبادلة،
إلا أن الردود الصينية أوضحت أن استئناف العمل في ليبيا مرتبط بشكل وثيق باستقرار البلاد وتوفر الأمن. ورغم الوضع الذي شهدته ليبيا، إلا أن التقارير أثبتت أن التبادل التجاري مع الصين استمر بوتيرة لافتة، إذ ارتفعت قيمة المشتريات الصينية من النفط الليبي بنحو الضعفين بين 2017 و 2020، وتمثل نسب التصدير من النفط حوالي 4% للصين في وقت تسعى فيه للرفع من هذه النسبة. أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن استلامها الإدارة العامة لمحاسبة الشركات، وتم تكليف فرج منصور مدير عام للإدارة بصفة مؤقتة، وتم توجيهه باتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحمل أعباء الإدارة، وذلك بعد أكثر من 16 شهرا من صدور قرار اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز. وأوضحت وزارة النفط بأن الإدارة العامة كانت الإدارة الأساسية في وزارة النفط منذ إنشائها في أواخر الخمسينات، وتعتبر المسؤولة على إيرادات الدولة من النفط والغاز والمنتجات، وأن سبب تأخر إرجاعها هو تعنت رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله ومجلس إدارته الغير شرعيين، ولقت بعض العراقيل على حد تعبير الوزارة خلال بيانها. كذلك بسبب العرقلة الممنهجة لعمل وزارة النفط والغاز منذ شهر مارس 2021. في ملفنا الدولي لليوم، تراجع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رئيس شركة تسلا وسبيس إكس وتويتر، تراجع إلى المركز الثاني في تصنيف بلومبرغ لأكبر الثروات في العالم بعد يوم واحد من خسارته لصدارة تصنيف فوربس. وقدرت ثروة ماسك مؤخرا ب 163.1 مليار دولار، مع العلم أن ثروته تراجعت بأكثر من 100 مليار دولار منذ يناير الماضي. وفي المقابل تصدر رجل الأعمال الفرنسي برنارد أورنو الرئيس التنفيذي لمجموعة السلع الفاخرة مرتبة الصدارة في تصنيف بلومبرغ لأكبر الثروات في العالم بثروة بلغت 170.6 مليار دولار. وهذه هي المرة الأولى التي لا يتصدر فيها ماسك صدارة مؤشر بلومبرغ منذ أن تراجع إلى المركز الثاني في سبتمبر 2021. وجاء هذا التراجع لثروة ماسك تزامنا مع تجديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسات النقدية، ما أثر على انخفاض أسهم تسلا بمقدار 50%، فضلا عن خسارة 10 مليارات دولار منذ توقيع صفقة الاستحواذ على تويتر شهر أكتوبر الماضي. وفي أبريل الماضي فاجأ ماسك الأسواق بتقديم عرض استحواذ على منصة التواصل الاجتماعي تويتر مقابل 44 مليار دولار وشطب الشركة من البورصة، في إشارة فجأة إلى كيفية استغلال الأثرياء لثرواتهم الضخمة بشكل غير معتاد. وكان ماسك قد أصبح أغنى رجل في العالم بثروة بلغت 340 مليار دولار. وختاما، ماسك نجح أيضا في عدة مجالات، حيث أنه اخترق عالم الذكاء الاصطناعي، فهو صاحب شركة الذكاء الاصطناعي أيضا. إذن مشاهدينا الكرام، نأخذكم لفاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس بجولة أخرى في الأسعار. مساء الخير مجددا، نواصل اقتصاد بلس ونمر إلى فقرتنا الموالية الأسعار. وفي هذا التقرير مشاهدينا الكرام، نرصد لكم آخر الأسعار المتداولة في الأسواق الليبية. وختاما نأخذكم إلى آخر فقراتنا أسواق بلاس، حيث نأخذكم اليوم لجولة في محل بيع المواد الكهرومنزلية. أه
عندنا غازي الكاندي، هو شركة الكاندي شركة إيطالية الرائدة في مجال تصنيع الغيزان، تجميع متاعها في تركيا كان قبل التخفيض 1600 دينار، اليوم في التخفيض درناه ب 950 دينار. الصنف الثاني من غازي الإنبو اللي هي غازي الإنبو شركة الإنبو شركة إيطالية الرائدة في تصنيع مجال الغيزان والأفران والغطسة، تجميع متاحة في تركيا. عندك الروس متاحة سيباف مدينة إيطاليا، شبكة إيطالية، مرشة مقاومة للحرارة درجات الحرارة العالية، عندك 6 شعلات بمناسب لشني للأحجام 12 الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. السعر كان قبل التخفيض ب 1300 دينار، تو في التخفيض درناه ب 800 دينار وبسعر حصري وممتاز ولفترة محدودة. اليوم عندنا كوشا جراند اللي هي الشركة الإيطالية بامتياز إيطالي جمع في تركيا، شركة ممتازة وبمواصفات ممتازة بقوة تشغيل ممتازة. عندك اللون متاعها لون مراية لون العكس، 8 برامج للتشغيل اللي هو عندك تنظيف ذاتي، تشتغل مروحة بس فوق بروحة، لوطة بروحة فوق، لوطة بالمروحة فوق بالمروحة، لوطة بالمروحة يعني فينش تام، وجيك فيها معها زوز طواجين. وسعر هذه سعرها طف سعر التخفيض، كان قبل التخفيض ب 1300، تو في التخفيض دارتها الشركة ب 750 دينار، سعر حصري وفقط وسعر ممتاز لدى الشركة. وإن الكوشة الغاطسة فيها أسعار متناول الجميع، عندك زبون بسعر 500 دينار يشري، ب 550 يشري، ب 650 يشري، من 500 دينار لغاية 2150 دينار. ميكرويف الغاطس بأحجام متنوعة بس ستاندر يكونوا نفس المقاس، جيل اختلاف المقاس الداخلي للميكرويف، في عندك 20، في عندك 23 لتر، في عندك 28 لتر، في عندك 34 لتر بمواصفات ممتازة. عندك ميكرويف الهوفر الشركة الإيطالية الرائدة في تصنيع نظام الميكرويف، دايرين فيها تخفيض تو شركة 25 دينار فقط لا غير. وعندك الميكرويف الأرست نيو اللي هو الميكرويف التركي بضمانة من الوكيل بمواصفات ممتازة، يجيك بثمان برامج اللي هو 8 برامج للتشغيل، عندك نظام تسخين وتذويب وتحمير، وعندك فيه أنظمة أخرى اللي هو بسعر ممتاز سعر 600 دينار. وعندك ميكرويف الكيتشن هوم، كيتشن هوم ميكرويف مصنع في مصنع ديلونجي بجودة ممتازة بمواصفات جيدة، اللي هو يجيك ب 28 لتر يكفي احتياجاتك اليومية وبسعر ممتاز وصار حصري 950 دينار. عندك عروض المونديال، من ضمن العروض في الشاشة اللي هي شاشة 55 تي سي ال سمارت 4K اندرويد بي 735 اللي هي تدعم قوة 120 هرتز، اللي هو شاشة رقم واحد في العالم لنظام الألعاب ونظام الجيمز. السعر هذه مدينينها 50 ب 1850 دينار، وال 55 بسعر 2050 دينار. وعندنا شاشة 65 سامسونج LAU 7000 اللي هي الأصلية بضغط شركة سمارت 4K أندرويد، صار التخفيض 3050 دينار. وعندك ال 65 TU 7000 لمشاهدة الأفلام السينما المنزلية اللي هي بسعر حصري وفقط ووحيد عند الشركة اللي هو سعر 5800 دينار. وعندك ال 50 شارب زي ما نشوفه تبارك الرحمن، الصورة قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله، 4K سمارت كريستال هي اللي فيها نظام الاندرويد 11 وجوجل بلاي يوتيوب نتفليكس بريمير فيديو كومبليت، شاشه بمواصفات ممتازه وبسعر حصري فقط عند شركه توريد ب 1400 دينار. بهذه الجوله نصل الى ختام اقتصاد بلس، شكرا لكم على حسن المتابعه والاهتمام، سهره طيبه للجميع.